بعض الناس يعتقد أنه إزالة الماء الأبيض لازم ينتظر عليه لين يجمد أو بالمصطلح العام يستوي، وهذه معلومة غير صحيحة بتاتا. زمان في عمليات القديمة نعم صحيح، لكن في الوقت الحالي مع التطور الهائل في طب وجراحة العيون إزالة الماء الأبيض ممكن أن تجرى في أي مرحلة من مراحل الماء الأبيض، وفي الحقيقة ما ننصح أنه الماء الأبيض يترك إلى أن يجمد، وهو يجرى بعملية بسيطة جدا لا تستغرق 8 إلى 10 دقائق بتقنية الفيكو. هي تقنية متقدمة جدا، ويطلع المريض من المستشفى في نفس اليوم، ممكن أن يمارس حياته الطبيعية في نفس اليوم. فنصيحتي إذا كان لديك والد أو والدة بدأ يشتكي من ضعف النظر، فرجاء توجه إلى الطبيب العيون للكشف عليه. ممكن يكون عنده مشكلة بسيطة وعلاجها ولله الحمد جدا بسيط.